السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص، يوم اتنين خلاص. بدأنا نستعد، اللي هيفرز حاجة يحضرها، فرز خلاص، اللي بيروق بيته خلاص تقريبا يكون خلص، واللي ما خلص يلا بسرعة، واللي هيشتري حاجاته يلا الحقوا. فانا حبيت ان اوريكم الحاجات اللي انا جبتها وحضرتها لرمضان مخصوص، حبيتكم تشوفوها معايا. نبدأ الاول بحاجات حاجات الخشاف. بصوا انا جبت، الحمد لله لقيت عندي هنا في الدنمارك اول مرة الاقي عندي البلح الناشف اللي موجود عندنا في مصر للخشاف. فرحت جدا بصراحة، فمتعودة اجيب بلح طري، بس اول مرة الاقي البلح ده. بصوا البلحية الناشفة الحلوة، ان شاء الله يطلع حلو. انا فرحت جدا، لان انا لما نزلت مصر السنة دي يعني اخر اجازة ليا طبعا، نسيت بصراحة ان انا اجيب البلح، فالحمد لله فرحت جدا ان انا لقيته. جبت الكمية دي، الكمية دي طبعا دي مناسبة على قد عيلتي، واذا احتجت ابقى اشتري تاني بدل بقى متوفر عندنا. وبرضو جبت نوع بلح تاني، بلح طري. البلح ده اطرى شوية، ويعني يتاكل كده في طبق مش محتاج للخشاف، هو بسيط. والتاني برضو ينفع احطه ناكله باللبن على السحور. وطبعا كمية البلح دي انا هفصصها، بحب انا احضر كله قبل رمضان عشان الوقت وكده، ولازم ناخده بالنا كويس جدا من الوقت، ما نضيعش الوقت في عمايل الاكل في المطبخ. لا، رمضان مش للاكل بس، رمضان للعبادة، اهم حاجة للعبادة. عشان كده معظمنا بيعمل تحضيراته من قبل رمضان، بيفرز حاجته، بيعمل كل حاجة تقريبا بتبقى جاهزة علشان يفرغ نفسه للعبادة. طبعا وبرضو جبت التين، التين الصغير. بصراحة ما لقيتش عندي هنا التين الدبارة، انا متعودة اجيب التين ده حلو، التينية نظيفة يعني معقول كويس. وكمان طبعا جبت مشمشية. عايزة اقول لكم ان الحاجات البلح ده موجود في محلات العرب، مش هتلاقيه في السوبر ماركت هنا في الدنمارك، لا ده مش هتلاقيه. التين ده لقيته في السوبر ماركت فجبت منه، عند العرب برضو كان برضو هو، فانا حبيت اشوف في اشكال تانية يمكن الاقي الدبارة ما لقيتش، فرحت جبت ده من السوبر ماركت. المشمشية برضو دي جايبها برضو من السوبر ماركت موجودة. القراصية بقى دي حلوة بصراحة، قراصياية كده صغيرة من غير النقع، فبتبقى سهلة على طول، وبرضو ممكن تاكليها كده مع البلح ده، او برضو تتحط في الخشاف. وبالنسبة بقى هنا للزبيب، انا جبت كمية ده كيلو زبيب، دي احسن حاجة موجودة هنا. ما لقيتش بصراحة الزبيب الفاتح اللي موجود في بلدنا، مفيش الا الزبيب الغامق ده، بس دي يعني دي كماركة كويسة، ده احسن حاجة، فما تفرقش بقى زبيب فاتح زبيب غامق، المهم ان هو زبيب وطعمه كويس. بالنسبة للمشروبات ده الخشاف كده خلاص. بالنسبة للمشروبات طبعا انا كنت في مصر قريب تقريبا شهر 11، فلازم اللي افتكرته جبته. جبت طبعا الكركديه، كركديه الاسواني، ده المشروب الرئيسي بتاعي هنا بالنسبة لعيلتي واولادي. الكركديه وانا بحب الاسواني، بيبقى طعمه حلو كده ولونه حلو. جبت الكمية دي معقولة بالنسبة لي، يعني تقضي شهر رمضان ان شاء الله. بلوس طبعا انا هنا اولادي بيحبوا الفروتي، فجايبة هنا فروتي سفندي، بيبقى طعمه حلو، اولادي بيحبوه. وفروتي مانجا، وبرضو جبت تانك بطعم المانجا برضو حلو. بلوس بقى ان انا عندي هنا عصاير طبيعية، فهقدر احط منها برضو على الفطار، اللي حابب ده حابب ده كده، يبقى ايه قدامه كل حاجة. الحاجة بقى اللي انا مبسوطة بيها جدا، ان انا لقيت عندي اول مرة الاقي هنا مكرونة لسان عصفور. طبعا دي مهمة جدا، طبق شوربة لسان العصفور بعد الخشاف، الواحد يصلي وبعد كده يبدأ فطاره بطبق شوربة لسان العصفور. طبعا دي فرحت بيها جدا جدا، لقيتها نازلة في السوبر ماركت، نازلة ومش بضاعة ثابتة، يعني جاية لهم كده وقتي بس، ف
فقلت اجيب الكيسين دول حلوين يعجبوني فرحت بيهم. وبرده ما نسيتش كيس الفول اللي هيتدمس، فول السحور انا بحب ادمسه في البيت، مع ان عندي هنا علب الفول الجاهزه دي، بس انا بصراحه ما بحبهاش. انا بحب ادمس فولي بايدي في البيت وبشيله في الفريزر اكياس، نبقى ان شاء الله ندمسه مع بعض. وبرده من عند العرب لقيت عندهم مخلل حلو، مخلل فلفل، انا مجربه النوع ده حلو قوي، مش حامي معقول. برضو اولادي يقدروا ياكلوا منه، في بعض من اولادي بيحب المخلل. والخيار ده خياره صغيره كده وجميله حلو. بلوس انا برضو عندي مخللات، عندي ليمون، عندي جزر، عندي حاجات تانية، فقلت اجيب برضو حاجه كده يبقى فيه انواع كتيره، طبق المخلل يبقى ايه فيه انواع كتيره. بالنسبه بقى لحاجات الكنافه والحلويات رمضان، جبت فستق، ده فستق متفصص حلو قوي، حلو ده انا مجرباه. وجبت فستق لوز، اللوز ده برضو حاجات نظيفه بصراحه، دي حاجات السوبر ماركت مش عند العرب، العرب عندهم بس انا بحب افضل دي بقى بفضلها اني اجيبها من السوبر ماركت. اللوز ده ان شاء الله هعمل لكم بيه بلح حلو جدا جدا، فاستخداماته كتيره اللوز ده. وجبت برضو بندق بقلاوه، حاجات العيد، برضو جبت كيس كاجو وعين جمل. عين جمل حلو قوي، الماركه دي حلوه قوي، انا مجرباها دايما بجيبها. وطبعا عين الجمل عندي البيت ما يخلاش منه هو واللوز، لان عين الجمل بيحافظ على الذاكره، بيقوي الذاكره، فده مهم جدا. وابداي عودي اطفالك من وهم صغيرين على اكل عين الجمل اذا امكن. وطبعا ده جوز هند، الجوز هند ده انا كنت جايباه معايا من مصر، هنا في جوز هند طبعا، بس بحس اللي انا بجيبه من مصر ده ريحة الجوز هند فيه اقوى، بحب طعمه، بحس فعلا ان انا باكل جوز هند. بس يعني انا جبت كيسين، كيس استخدمته في الكام شهر دول وقلت لا احافظ ده بقى لرمضان، واذا خلاص ابقى اشتري ايه تاني. طبعا ما ننساش قمر الدين، قمر الدين انا جايبة لفة واحدة بصراحة، دي انا برضو جايباها من مصر لما كنت في مصر، دي جايباها، جبت واحدة بس، انا عندي واحدة تانية دي شايلاها في الفريزر من رمضان اللي فات. وعايزه اقول لك اي حاجه تتبقى معاكي من الخشاف، البلح بالذات، الحاجات دي قمر الدين، اذا اتبقى معاكي حاجه تقدري تشيليها في الفريزر للسنه الجايه، مش هيجرى لها حاجه خالص ما دام هي في الفريزر. قمر الدين ما جبتش كتير انا عشان احنا ما بنحبهوش شرب، بنحبه بالنشا كده وبناكل عليه جوز هند ومكسرات، ان شاء الله برضو نبقوا نعملوه مع بعض. بالنسبه للاسعار طبعا كلنا حاسين ان الاسعار غلت جدا، الغلو ده يا جماعة مش في مصر بس، انا لقيت عندي هنا برضو الغلو وصل بقى حاجة فظيعة، كل حاجة غلت تقريبا التلت زيادة. طبعا اللي بيحصل، الاحداث اللي بتحصل في العالم كله دي مأثرة، لان البنزين والترانسبورت طبعا هيغلى، فطبعا طبيعي ان الحاجة تغلى، فالغلو يا جماعة في العالم كله. انا قارنت الاسعار اللي انا جايبة بيها بالنسبة للاسعار اللي بسمعها في مصر لقيتها تقريبا هي، يعني حتى المكسرات برضو اللي بسمعه على النت اللي بيشتري من اهلي يقولوا اشترينا ده بكذا بكذا، لا انا لاقيه بصراحه يعني الاسعار تقريبا زي بعض، ممكن يكون مع اختلاف الكواليتي شويه، بس الاسعار تقريبا هي تقريبا. والغلو يا جماعه على الكل، مش معنى ان انا عايشه في اوروبا يبقى الحاجه عندي رخيصه، لا الغلو هو بس بتفرق في الجوده. حبيت ان انتوا تشاركوا معايا، تشاركوني في مشترياتي البسيطه دي لرمضان على قدي، ده اللي متاح عندي هنا في الدنمارك، الحمد لله موجود عندي اهو كل حاجه، احساس رمضان هنحسه بيه، الخشاف هيبقى موجود، الكركديه موجود، ان شاء الله مش هيبقى ناقصنا حاجه. حبيت ان انتوا تشاركوني، وكل سنه وانتوا طيبين، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.